حاولنا بقدر الامكان ان احنا نستغل المخلفات دي لاعمال فنيه مشرفه لبلدنا وفي نفس الوقت حاجه صديقه للبيئه، وبنحاول بقدر الامكان ان الحاجه بنحبها ديتي ونشتغلها فيها على طول تكون ليها في دخل منها، لان دي احنا حابينها وهنبدع فيها اكتر وهنوصل للناس افكار مميزه. الحمد لله يعني النتيجه كويسه في الدخل وكربح منها. المخلفات الحديد الصلبة اللي هي الخردة نفذناها الفن الخردة اللي أنا بحبه ومتابعه، تماثيل فرعونية زي قط المصريين، الملك توت عنخ آمون، القناع الذهبي، حورس، تمثال الملكة كليوباترا، الحاجات دي أعمال فنية مشرفة وواجهة جميلة جدا للناس وللمجتمع بتاعنا. يعني في كافيهات طلبت مننا شغل المواسير ان احنا نعمل منه اباجورات ديكورات على الحيطان بالمواسير المية، اشكال جميلة جدا والناس رحبت بالفكرة جدا وعجبتهم يعني.